مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا في قطاع المر السلطان او عفوا درب السلطان الفداء، فهناك تواجد امني لكيجول الازقه والشوارع من اجل مراقبه الوضع من بعد ما كان واحد التجمع كبير ديال الالتراس محسوبه على فريق الرجاء البيضاوي، الالتراس الرجاويه اللي كانوا كيقوموا بواحد النشاط. فكيف كتعرفوا بان الامور كتكون بعض المرات مفاجئه، فمن اجل تفادي المفاجاه والاصطدام مع جماهير اخرى فدائما هناك تواجد امني من اجل اخذ الحيطه والحذر، ومن اجل تفادي كل مشكل يقدر يتسبب يعني في كارثه. كنعرفوا بان بعض المرات كيكونوا اصطدامات خطيره ما بين هذا الجمهور والجمهور الاخر. كان في المباشر السابق الدراجات او الدراجين ديال منطقة الفداء درب السلطان في جولة او متبعين المسار ديال واحد المجموعة ديال الاشخاص كينتميو للالتراس الرجوية المعروفة بتشجيعها الكبير لفريق الرجاء البيضاوي، وحنا كنعرفوا بان هناك مقابلة مرتقبة عن منافسات كأس العرش تجمع ما بين شباب محمدية وفريق الرجاء البيضاوي. الامور بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي الكل كيعلمها، فكيكون واحد النشاط دائما ديال الإطراد الرجاوي من أجل وضع ترتيبات ديال التنقل ديال التشجيع. فهادشي علاش كنشاهدوا رجال الأمن خارجين في هاد الدورية من أجل تفقد الوضع الأمني ومن أجل تتبع المسار ديال الجماهير من أجل كذلك تفادي الاصطدامات اللي كيكون فيها تخوف. فلا كانوا غير الجماهير فالامور عاديه، ولكن لا كانوا اصطدامات فهنا كتكون مفاجاه وكتكون خطيره جدا.